أهلا بكم من جديد. لمح رئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن تركيا قد توافق على انضمام فنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي من دون أن توافق على طلب السويد بشأن ذلك. تأتي تصريحات أردوغان وسط ازدياد في التوتر بين أنقرة وستوكهولم عقب سماح الأخيرة بحرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية. عند الضرورة قد نوجه رسالة مختلفة فيما يتصل بفنلندا، وعندما نقدم على ذلك ستصدم السويد بقرارنا، ولكن إذا لم ترتكب فنلندا الخطأ نفسه. ومن أنقرة مراسلنا أحمد غنام. أحمد أهلا بك. إذا انفصل مساري فنلندا والسويد حول الانضمام إلى والموافقة التركية الانضمام إلى حلف الناتو، ما خلفيات هذا القرار؟ بالفعل هنادي، يبدو أن عدم التفاهم وانزعاج أنقرة من ستوكهولم على خلفية حرق نسخة من القرآن الكريم، يبدو هذا الموقف التركي بدأ واضحا حينما علقت أنقرة التفاوض في انضمام كل من فنلندا والسويد بشكل مؤقت، علقت هذا الملف. لكن بالأمس حينما تحدث الرئيس التركي هي كانت إشارة واضحة من الجانب التركي بأنه قد يفصل ملف المفاوضات عن فنلندا والسويد، ويتم التعامل مع فنلندا على بملف منفصل عن ملف السويد وبموضوع انضمامها إلى حلف الناتو. وأيضا اليوم كان هناك تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو، تحدث بأنه من العدالة أن يتم التعامل مع ملف فنلندا بشكل منفصل عن الملف السويد، خاصة بأن السويد لم تبدي تعاونا كاملا كما كانت ترغب أنقرة في موضوع التعاون حول تسليم ما تصفهم أنقرة بالإرهابيين، وكذلك التعامل حول نشاط التنظيمات التي أيضا توصفها أنقرة بالتنظيمات الإرهابية في ستوكهولم أو في السويد. فيبدو أن تركيا غير راضية عن التعاون الذي أبدته السويد خلال الفترة الماضية، خلال فترة انضمام أو خلال فترة تقييم تركيا لانضمام السويد إلى الناتو. فبالتالي ربما هذا الموقف التركي جاء أيضا على عدة مواقف خرجت من السويد، خاصة موضوع عدم التعاون في إعادة المطلوبين للعدالة التركية، وكذلك عدم التعاون أيضا في نشاط التنظيمات الإرهابية وملف موضوع حرق القرآن الكريم في أمام السفارة التركية في ستوكهولم، هو ما أزعج ربما الجانب التركي. يبدو هذا الموقف التركي الأخير، لكن لم يعلن عنه بعد بشكل رسمي. نعم. في التواصل مع حلف الناتو، فيما إذا كانت ستبدأ تركيا بالتفاوض بشكل منفصل مع فنلندا أم لا، أم أنها ستبقى على تعليق الملف الآن بشكل مؤقت في التفاوض مع كل من فنلندا والسويد في الانضمام إلى حلف الناتو. أحمد غنام مراسلنا من أنقرة، شكرا جزيلا.